أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع إحدى الشركات مبادرة تأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج تحت شعار يدوم الفرح، وذلك بمحافظة الغربية. يأتي ذلك استكمالا للدور المجتمعي الذي تلعبه مؤسسة حياة كريمة لخدمة الفئات الأكثر احتياجا بجميع قرى ومراكز الجمهورية، حيث نظمت المؤسسة اليوم حفل تجهيز 200 عروسة من الفتيات غير القادرات على تجهيز أنفسهن بمحافظة الغربية. وقامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير كل ما يلزم هذه الفتيات من أجهزة كهربائية.